طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب حول آخر المستجدات على الساحة العراقية وخاصة مستجدات ثورة تشرين، حيث يواصل المتظاهرون توافدهم إلى ساحات الاعتصام في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية دعما لثورة تشرين ومطالبها المشروعة، على الرغم من استمرار القمع الحكومي والميليشياوي ضد المتظاهرين. في ساحة التحرير وسط بغداد جدد المتظاهرون تمسكهم بمطلب إسقاط النظام ورفضهم لمماطلة حكومة الأحزاب الفاسدة في تلبية مطالبهم، فيما حذر ناشطون من الأسباب الحقيقية التي تقف خلف دعوة الصدر للتظاهرة المليونية المقررة يوم الجمعة. وقام متظاهرون في بغداد والعديد من المحافظات العراقية الأخرى بقطع الطرق والشوارع الرئيسية دعما لمطالب المتظاهرين بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة. هذا وأكد المتظاهرون في بغداد والمحافظات تأييدهم للمهلة التي وضعها المعتصمون في مدينة الناصرية للحكومة من أجل الاستجابة لمطالب ثورة تشرين. يأتي هذا في الوقت الذي تستمر القوات الحكومية والميليشيات باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في محاولة لإجهاض الثورة. ناشطون حذروا من الأسباب الحقيقية التي تقف خلف دعوة الصدر للتظاهر المليونية المقررة يوم غد الجمعة. ونقلت مصادر صحفية عن ناشطين في تظاهرات الثورة قولهم بأن الجهات المعترضة على الوجود الأمريكي بمقدورها أن تتقدم بشكوى عبر الحكومة بدلا من خلط الأوراق وظهور أصوات تدعو لإخراج المتظاهرين من ساحة التحرير. رأى الناشطون بأن التظاهرات المنددة بالوجود الأمريكي ستكون استعراضا لقوة أمنية وسياسية، وأن من يقولون بأنهم مقاومون فهم يملكون حضورا قويا في الحكومة ولهم السلطة وفي البرلمان والأجهزة الأمنية، متسائلين لماذا الدعوة للتظاهر إذن. معنا اتصال حسين من السعودية، تفضل حسين. السلام عليكم أخ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أخ عمر، بالنسبة لمقتدى القذر، لا بس اسمعني حسين أرجوك. أيوة. تجاوز بالبرنامج غير مسموح. إن شاء الله لك الحق بالتعبير عن رأيك، ولكن بدون تجاوز. أي تجاوز ما مقبول به على أي شخصية. أرجوك تفضل. ما هو أسوأ من السيء. تفضل بدون تجاوز. السلام عليكم أخو عمر. نعم. بالنسبة للجماعة الأحزاب اللي الآن بكرة بيقلبوا الحق باطل والباطل بيكون حق، فالمسيرات هذه يعني الشعب فرض المسيرة، وهذه ثورة تشرين مشرفة للأمة العربية والإسلامية، وهذه طلعت زي ما قال الله سبحانه وتعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهم ليه يريدون يسوون لهم بلبلة ويسوون لهم قلاقل؟ يكفي القتل اللي سوى والإبادة والخزي والعار اللي عملوه، وبعدين اللي سوى المهندس وسليماني هذا بالعكس شرف للأمة العربية والإسلامية. وإذا كان ناس عملاء ينددون بقتل ويسوي تعزية للسليماني وللمهندس، يا أخي هذا بالعكس، والله اللي فعل هذا عار وخطأ، يعني بالعكس هذا شيء يشرفنا. وبعدين يعني إيش اللي سوى من جرائم هذا السليماني والمهندس؟ وإن شاء الله الفال للعامري ولقيس الخزعلي ولكل الأصحاب الأحزاب التي أتت بهم أمريكا، زي ما قال الشاعر: ليت وهل ينفع شيء ليت، فيليت أمريكا مثل ما جابت هذه الأحزاب حيدر العبادي والمالكي والعادل المهدي وما أدراك ما المهدي، فيليتها هي تزيلهم زي ما وضعتهم. يا أخي خلاص، أمريكا ارتكبت خطأ عظيم في حق العراق، فعلى الأقل يجب على أمريكا مثل ما وضعت الأحزاب أنها تزينها، ولا يقلب الصورة مقتدى يقول حنا بنقلب وحنا كذا وهذول اللي في الشارع هذول ضد الحكومة. ما في حكومة، ما في إلا حكومة إيرانية، من يقول في حكومة عراقية؟ نعم. مادام يقتلون ويخطفون ويبيدون واختفاء قسري، نعم.
حسين من السعودية. من يسوي هذا؟ ما يسوون إلا الأحزاب. بعدين لما يقولوا طرف ثالث، من الطرف الثالث؟ الطرف الثالث اللي هو عملاء إيران وعملاء الأحزاب. نعم، وصلت رسالتك حسين من السعودية. كان معنا أبو علي من بغداد، تفضل أبو علي. أبو علي تسمعني؟ انقطع الاتصال مع أبو علي من بغداد. يعني ننوه بأنه هناك رقمين جديدين للمشاركة من داخل العراق كما هي ظاهرة أسفل الشاشة. أبو علي من واسطة، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك. أهلا وسهلا. تحية كذلك لثوار تشرين، ثورة تشرين المجيدة اللي حياك الله. إن شاء الله نصر من الله وفتح قريب. كذلك ماذا أوصى أنا يعني أقول لي يعني لمقتدى الصدر، كم مباراة أنت خرجت وكم سميتها أنت مليونية؟ ما الذي حققته؟ تشترك في حكومات وتظهر مظاهرات عليها، تنسحب أعضاءك من الحكومة وبعدين تشترك في الحكومة الجديدة. يعني شنو اللي جبته أنت من جديد حتى تظهر يعني مع المتظاهرين؟ طيب إذا أنت عندك وزراء وعندك وكلاء وزارة وعندك مدراء عامين وعندك أعضاء مجلس نواب وتطلع مظاهرة، لا حد اللي متظاهر شو يسوي؟ وين يروح يعني؟ ايش اللي العراق هو هذا اللي فهمه؟ يعني انت تطلع شنو تتحقق؟ هذا واحد. الشيء الثاني انت قاعد يعني برا وتقول تعالوا نطلع مظاهرة. الرجل اللي يقود والقائد كما يسمي نفسه هو قائد، القائد هو من يقود الاشخاص، يعني يمشي امامهم يتحمل يعني التحديات والصعاب، مو قاعد اللي بي يعني انت منفي يعني ما اعرف انت قاعد شو تسوي بايران؟ تدرس؟ اذا تدرس خلاص اطلع من السكن، منفي يا اللي نافي شو كل حكومه لك تقعد بايران شو تسوي؟ ولا عبال على اساس انه طلع وشبه روحه بالخميني وطلع وبعدين صار انقلاب ورجع هو يجي يستقبلونه؟ شنو الكلاوات هذه اللي تسويها انت؟ شنو تسوي؟ يعني انتم كوزراء انت يعني بالبرلمان شو يسوون؟ مو مصوتوا على القرارات؟ مو موافقين الصفقه هذه ما ادري شنو الصينيه راح اللي يبيع العراق 250 سنه؟ شو سويتوا؟ طلعونا قولوا لنا شو تسوون؟ شنو عملكم؟ زين انت من تطلع مظاهرات هم يجون قناصه؟ نعم ابو علي. يطلعوا عليك بالقنابل المسيله للدموع؟ عم يضربوك في الهواوات؟ هو انت طبيت المنطقه الخضراء واحتليت البرلمان ومجلس الوزراء وما حد حكى وياه. يعني شنو معناها؟ يعني معناها هذا شيء انت تضحك على الذكور، اذا انت تضحك على روحك وعلى جماعتك اللي شايل مخهم ومشون وراك في العراق ما حد يضحك عليك. العراق فاهم الوضع شنو وفاهمك انت شنو؟ انت سبب هلاك العراق، انت سبب دمار العراق اساسا. وانت وينك وين السياسه؟ انت شنو اللي عندك؟ شنو مؤهلاتك؟ هسه هو يحضرنا بواحد يسمونه احمد الصدق، هذا شنو هو؟ مدرسه بلبنان وجايبه. نعم، وصلت رسالتك. وصلت رسالتك ابو علي من واسط. كان معنا اتصال علي من ذي قار، تفضل علي. علي تسمعني؟ علي علي يبدو اننا فقدنا اتصال مع علي من ذي قار. طبعا رفض ناشطون دعوه مقتدى الصدر التي اطلقها من مقر اقامته في ايران للخروج في تظاهره مليونيه ضد الولايات المتحده، مؤكدين بان التظاهرة المليونية التي انطلقت من الأراضي الإيرانية ضد واشنطن مسيسة ولا تصب في مصلحة قضايا العراق. وأشار الناشطون إلى أن الجهات التي أيدت تظاهرة الصدر هي ميليشيات تمول وتسلح من قبل إيران وتدين بالولاء المطلق لها على حساب ولائها للعراق. طبعا المتظاهرون قاموا بقطع تقاطع قرطبة في بغداد أمام حركة سير المركبات احتجاجا على عدم استجابة السلطات الحكومية لمطالبها. وأوضح ناشطون بأن قطع حركة سير المركبات بدأ من طريق سريع محمد القاسم باتجاه منطقة الباب الشرقي وسط بغداد تضامنا مع الإضراب العام والعصيان المدني. نشوف الصور إذا موجودة، صور تقاطع قرطبة. نعم، هذه الصور لقطع تقاطع قرطبة اللي صار اليوم. المتظاهرون عازمون على التصعيد بسبب
يعني مضي على التظاهرات 4 أشهر والحكومة ما زالت تراوغ، ما زالت لا تستجيب لا هي ولا البرلمان، وكأن شيئا لم يحدث منذ 11 تشرين لغاية الآن. نعم معنا اتصال أبو علي من بغداد، تفضل أبو علي. أبو علي تسمعني؟ نعم ظاهر أكو مشكلة بالاتصال. أبو علي من بغداد كان معنا. طبعا أعلن معتصمو ساحة التحرير وسط بغداد تأييدهم للمهلة التي وضعها المعتصمون في الناصرية للحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم، وقال المعتصمون بأن متظاهري بغداد سيتضامنون مع إخوتهم في بقية المحافظات ضد محاولات التملص من تنفيذ مطالب الثورة المشروعة الهادفة لبناء عراق موحد ذا سيادة. وأضاف المعتصمون بأن موقفهم هذا يأتي تثمينا لمواقف متظاهري الناصرية منذ بدء الاحتجاجات وحتى اللحظة، ووفاء لدماء شهداء الثورة. في كربلاء لوح متظاهرو محافظة كربلاء بالتصعيد في حال عدم استجابة السلطات الحكومية لمطالبهم التي أعلنوها منذ انطلاق التظاهرات قبل انتهاء المهلة التي حددها معتصمو ذي قار لتحقيق مطالب الثورة. أبو علي من بغداد يعاود الاتصال بنا، تفضل أبو علي. أبو علي تسمعني؟ نعم. تفضل. نعم أسمعك أخي. نعم تفضل أبو علي. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم 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 أخي أنا أبو علاوي أنت بس نصي التلفزيون، نصي التلفزيون للأخير وتكلم على راحتك. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل. أريد قراءة الرافدين أستاذ عمر. إيه تفضل أنت على الهواء مباشرة. على الهواء من وين دي أنا التلفزيون. أكو مشكلة بالصوت، أعتذر من المتصلين، هناك مشكلة في الخطوط، هناك تداخل في الخطوط. طبعا طلبت الجامعات والمدارس المدارس الثانوية واصلوا تظاهراتهم المطالبة بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة في محافظة كربلاء. ردد الطلبة هتافات ضد الأحزاب الفاسدة وأخرى ترفض التدخل الأجنبي بكل أشكاله في شؤون البلاد. نأخذ المقطع نشوف الهتافات من كربلاء، نشوف المقطع من محافظة كربلاء. مجاهز؟ يلا نأخذه بعد شوية. أكو اتصال لو نكمل. نعم طبعا إلى بابل، نروح إلى بابل حيث قطع متظاهرو بابل طريق الحل السريع قرب مدخل ناحية النيل احتجاجا على التسويف الحكومي في تلبية المطالب. كما قطع المتظاهرون تقاطع باب الحسين وسط مدينة الحلة وسط انتشار أمني كثيف لقوات مكافحة الشغب الحكومة. يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه المتظاهرون في اعتصاماتهم وإضرابهم عن الدوام دعما لمطالب المتظاهرين بإسقاط النظام وإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة. نعم نرجع إلى فيديو هتافات كربلاء نشوفه ونرجع لكم. معنا اتصال صالح من صلاح الدين، تفضل صالح. شيخ استاذ عمر اهلا وسهلا بك. شيخ
شلونك يا حبك بالله شلونك؟ الله يسلمك ويخليك، تفضل اخي. استاذ عمر انا احب اشكرك وتعز علي بالله الكريم، واحنا بصراحه دين خير من الله امان وهاي. ان شاء الله الله يديمها يا رب. الله يسلمك، وما عندنا مظاهرات يم يعني امانيا ولا ما في شيء. نعم. اي والله العظيم وعمار ان شاء الله بس نريد ماكو مظاهرات يمنا، احنا الصراحه امان يمنا وخير من الله ما عندنا شيء. يعني اموركم زينه؟ اي والله عايشين الحمد لله وشكرا خير من الله. الله يديمها ان شاء الله، الله يديمها نعمه أيه وعلى كل حال. وعايز اسالك على استاذ مصطفى، شو ماكو استاذ مصطفى؟ استاذ مصطفى مجاز. رحم الله والديك، رحم الله والديك ان شاء الله خاطر والديك خابر. الله يسلمك، شكرا عيني صالح، ربي يحفظكم ويسلمكم. رسالة تقول أني أحد طالبات أو إحدى طالبات الجامعات العراقية، بس أحب أقول لبعض الطلاب والطالبات بالذات كافي تقولون نريد نرجع للدوام وتسوون فتنة، وهذا مستقبلنا، ترى إحنا مستقبلنا بالعراق ضايع وما حد بحالنا ولا بحال شهاداتنا، خلي تروح هاي السنة عليكم فدوى للشهداء، عليكم دم الشهداء، خلونا ايد واحدة نريد نرجع حقنا لان فشلنا نتراجع بعد كل هذا التعب. نعم، معنا اتصال ابو حسن من بغداد، تفضل ابو حسن. ابو حسن انقطع الاتصال مع ابو حسن من بغداد. طبعا تداول ناشطون في تظاهرات محافظة بابل مقطع المصور لأحد عناصر القوات الحكومية وهو يهدد الطالبات في مدرسة الطليعة للبنات بالاعتقال في حال شاركنا في التظاهرات أو أيدنا من التضامن لتظاهرات ثورة تشرين. طبعا هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تهديد الطالبات العراقيات والاعتداء عليهن لفظيا من قبل القوات الحكومية بسبب المشاركة في ثورة تشرين وتضامنهم مع مطالب الثورة المشروعة. خلونا نشوف المقطع ونرجع لكم. نرجع راسها بالحائط؟ أي واحدة ما تحرك من أبوها قال أي واحدة ما تحرك من أجراءات قانونية قبل المرض. نعم، معنا اتصال خميسي من الجزائر، تفضل خميسي. خميسي تسمعني؟ نعم. السلام فضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. من فضلك قضية الأولى هي الموضوع تاع الساخن هذا تاع مقتدى الصدري الداعب اللي راه هو إنسان وطني ويحب يدير المليونية تاعو، ما تحقوش مليونية تاعك يا أخي، دير مليونية تاعك في إيران هذه. مليونية تاعك هذه اللي حاب تديرها ديرها في إيران، ديرها في العراق. يا سيدي عندهم مظاهرات هما يديروها في الأخرى تاعك في إيران يا سيدي، في مظاهرات كبيرة عندك في لهجيني العراق. لهجين العراق. نعم. هل الوطنية هل من الوطنية أن 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 يكون في الزرعة من 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 إيران الذي يشعلها في العراق؟ ما نحتاجوش الرؤى التلبية وهذه عندنا في الواقع العربي، ما تحقوش الرؤى التلبية هذه. هذه هي رؤى تلبية وهذه فزاعة. كل ما يصرها من كل ما تكون مظاهرات طيبة طاهرة يجينا هذا الشيطان الأخرس هذا يدير العقليات الفزاعية تاعو هذه. نعم أخي نعم. نتمنى وفي موضوع الحصة تتكلموا على هذا الإنسان هذا يظن في روحه كأنه هو الإنسان. نعم خميسي، أنا أشكرك خميسي من الجزائر كان معنا. يقول أن تستجيب الحكومة لمطالب المعتصمين يعني وضع رأس كل من شارك في العملية السياسية تحت المقصلة، وهذا لا يمكن أبدا، ولذلك لن تقوم لهذه الأمة قائمة إلا بقطع رؤوس الإجرام وقطع أيادي السيادة. هم أبو قاسم من فلسطين.
يعني مصرين الأخوة في الواتساب يرسل لك 20-30 رسالة سوية بها مقاطع فيديو بها صور. أخي دز لي رأيك، أريده بسطرين، دز لي سطرين. الأخبار عندنا ما شاء الله كثيرة، يعني أنت دز لي مقاطع فيديو، دز لي لينكات، دز لي صور، اعطيني رأيك. هذا الواتساب هنا أنا أريد رأيك به بسطرين. أخونا يوسف بارك من فلسطين دازنا رسالة هم طويلة جدا، أعتذر عن قراءتها، يعني رسائل طويلة ما أعرف، في بعض الأخوة مصرين على إرسال رسائل طويلة جدا. يقول أيها الثوار الأبطال، إذا أردتم أن تخربوا ثورتكم فقط أعطوها بعدا طائفيا أو دينيا وستنتهي إلى هباء، فلتكن الجماهير التي تقود الثورة المباركة واعية ومثقفة، ولا تجعلوا من يقرر مصيرها ويسرق ثورتكم رجال الدين ورجال السياسة وراء الأبواب المغلقة. إن الحياة كلمة وموقف، الجبناء لا يكتبون التاريخ، التاريخ يكتبه عشاق الوطن والفقراء. وقال الثورة الحق، الشرفاء هم من يصنعون الثورة. أبو أوس من تركيا. فاللي أرجوه من إخواننا أنه يدزون رسائل قصيرة حتى نقدر نقرأها. يقول أو تقول أم علي من ذي قار، السلام عليكم، دقت أجراس الحرية، يد الشعب قد عقد النية، يا سارق أرضي فلترحل اتركها تمضي سلمية. أحسنتي. طبعا بالنجف أكد المتظاهرون استمرارهم بثورة تشرين حتى تحقيق أهدافها، وعلى رأسها إسقاط نظام الأحزاب الفاسدة، وأعلنوا تأييدهم للمهلة التي حددها معتصم ذي قار لتحقيق مطالب الثورة. نشوف مقطع من النجف ونرجع لكم. وعطيناكم وإلا خلعتكم فكرة، حذرناكم وانذرناكم، هاي آخر مرة مطالب نأكدها، ماكو مهرب من عدها، مطالب نأكدها، ماكو مهرب من عدها، العراق بهمة أولادك منصور الدولة. نعم، معنا اتصال أبو يوسف من كركوك، تفضل أبو يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ. يعني عمار أتنحكي. تفضل. نعم أستاذ، كنا نرام السابق أقواما كان أمان موجود، هسه دوري هذول الأحزاب حتى الأمان ما بقى أستاذ، هسه صاروا مظلة سقطية المظلمة تظاهرين قد صاروا طالعين ولا من حقوق نفذ. يعني ما شايف برلماني ياخذ 40 ين وموظف بسيط ياخذ 5 دورات نفس نظام السابق، انقذ بعد طيب. يعني ظلم ظلم، يعني تروح المستشفيات الحكوميه ماكو لا دواء ولا خدمات، تروح من دوائر الدوله كلها فساد اداري، يعني ظلم ظلم، انقذ من قبل على النظام السابق. يعني فساد كل دوائر الدولة، كل مؤسسات الدولة، يعني ظلم ظلم، يعني ما يصير يتفاد ما يعني سالوا ملا البطاقة التنمية ولا موجود، الدواء مستشفيات ما موجود، الأمان ما موجود، الكهرباء ما موجود، تسوي هذول الأحزاب اللي سوى زين العراق، يعني ما لي الشغل. نعم. إذن الحل، الحل وين تشوفه أبو يوسف؟ الحل الأحزاب المفروض الأحزاب ما يبقون، هذا شيء واحد نفذ النظام السابق، بس يصير نظام جمهوري وهذا هو، ورئيس وزراء ونريد يعني يتغير، هاي صار ست شهور ما صاروا سنة ما مبين رئيس الوزراء، يعني ما معقولة الدول الأوروبية يعني تشوفها بس شغلة بسيطة يا مو، هنا حتى المتظاهر ما له حقوق. يعني وين صاير هذا؟ نعم. أنا أشكرك أبو يوسف من كركوك. أحمد من واسط، تفضل أحمد. أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخوي؟ أهلا وسهلا بك، تفضل. شلون الصحة؟ الله يسلمك، تفضل. أقول لك أخوي، أنا بس عندي فد شيء يعني كلش غاثني. ألو. تفضل. اي اكو شيء كلش غاثني، اكو الطلاب هم سكاكي وجايين ينسون دم الشهداء، احنا يريدون ينهون الثوره شلون؟ اكو بعض المدارس الباسطه يعني جاي اشوفها بعيني.
نعم يريدون يداومون، والدوام ينهي الثمره عندنا. يعني اذا داوم الطالب والله العظيم هسه انا طالب ومتفوق وهاي، بس عندي سنه توف من عمري ولا نعوف هذا البلد، يعني ولا الاوضاع كلها توقع اللي احنا هسه نشارك بها، يعني مظاهرات كثير بس نداوم. نعم هسه الابتدائيات تطلع دوام ما يخالف، ابتدائيات تتعلم الف وباء وجيم، انما احنا المتوسطات جاي نشارك بالمظاهرات ويريدون يجون الثوره عن طريق الدوام، احنا ما نريد دوام. نعم. اي اكو بعض المهندسين جاي يدسون يخربون على اشخاص هم مهتمين بالمظاهرات. اكو هواي اشخاص مهندسين، يعني تصور اثنان بالخيمه 12 يجي بيدس تشينته ويكتر وراك. نعم. نريد نتخلص من هذول المهندسين، ومن هذول المهندسين عمنا جاي ينشرون اريد دوام ما ادري شنو، هو اكبر من بس ومن غير احزاب ومن غير امه وخليجي يريد ينتظر من عندنا. نعم. حتى صارت تهديدات، اذا ما احد بزنتنا تهديدات، اذا ما تداوم ما ادري شنو نضربك، اذا تنشر عن مظاهرات ضدنا نضربك وهكذا. الجهات معروفه اللي تهدد احمد؟ ما معروفه، ما حد يعرف، واللي يحكي قبل ينضرب. نعم. اي ذاك اليوم بحيث هسه ذاك اليوم طلعت هاي مال دوام مال مدرسه بالعزه بالكل. هم يعني تاهت ما ادري هو رمى علي، قام يرمى على المكافحه مال دوام، هم اسمه فوج اسمه هذا الثوره مال واصف، قاموا يرمون عليهم اطلاقات حيه ما اعرف منين ما منين، طلعوهم من الافراد. نعم. اي والله ها من بسين حسه جاي يخربون علينا الام المظاهرات. اذا انت رسالتك للطلاب الاستمرار بالاضراب العام. اي والله انا اجي الى كل طالب شريف وشاف على بلده ضياع سنه من اعمارنا ولا ضياع بلد كامل. نعم. يكون تبقى او اعتقد 12 شهيد بل بلد شهداء من نصر النجف كان ضياع تبقى هو شهداء الناس. ما نريد ننهي الثوره، فاتمنى من كل طالب عراقي إذا حب صديق العراق إنه ما يداوم يستمر بالأغراض. أي واحد يقول له أقدام يقول له لا أنا مستمر بالأغراض. الابتدائيات خلي الدوام الإنسان جاي يتعلمون الأحرف، إنما إحنا أكبر ونشتري شلون صار بالمظاهرات. فأتمنى من كل طالب إنه ما ينهي الثورة ويريد دوام. نعم. إن شاء الله وصل صوتك. نعم. أنا أشكرك أخي أحمد من واسط. محمد من النجف. تفضل محمد. محمد تسمعني؟ محمد نعم انقطع الاتصال مع محمد. ابو مالك من امريكا، تفضل ابو مالك. مرحبا يا عمر، اهلا وسهلا بك. يا اهلا بك، تحيه لك الكادر حبيبي. يعني حياك الله. موضوع مقتضى الصدر، نعم اقول له هاي افلامك بعد ما تعبر على العراقيين، فابقى يوم خواله كبيره انا اشرف لك. انت لو عراقي وبيك ذرة الوطنية كان جيت هنا يم شعبك وشاركت في المظاهرات ضد هذا الفساد وضد هذا الظلم اللي عانى منه الشعب، ما عانى طيلة 17 سنة. نعم. اثنين اود اوضح لك استاذ عمر، التيار الصدري ثلاث خطوط، خط منهم تابع لابو الله يرحمه، ابو كان معتدل، رجل معتدل ولو ابوه على قيد الحياه لحد الان اول ما يحاسب مقتضى الصدر على هاي العماله مالت الايران. والخط الثاني مرتبط به، وهذا الخط اللي باقي هو لحد الان هذا خط ارتباطه مباشر بايران. ثلاث خطوط تيار صدري خليها بذهنك استاذ عمر. الخطوط الثنين ذول اللي تابع له وتابع لابوه كلهم رفضوا مقتضى الصدر. بقى بس التيالي هو ارتباطه مباشرة بإيران. هاي معلومة خلي يعرفها الشعب العراقي الكل. واني أشكرك أستاذ عمر. شكرا أبو مالك من أمريكا. كان معنا محمد من النجف يعاود الاتصال بنا. تفضل محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. تفضل محمد. حبيب السالح احنا ملينا تعب. نعم. ملينا وتعبنا من هالحكومة التعبانة الحش السامع خايفة يعني. اي نعم تفضل. يعني برلمان ما مستفادين من عند 400 واحد 300 واحد، ما بيهم واحد عنده غيرة ويطلع ويحكي ويسولف.
تسمعني استاذ؟ اسمعك عزيز. اسمعك. يعني وين غايتهم؟ وين يقدرون يوصلون؟ شنو هدفهم يعني؟ كل الدول مرتاحه بس الله قاب علينا الغضب. نعم. يعني هم رواتبهم كل واحد 45 مليون والفقير يلم قواطب بالشارع. هاي حال عراقي. وهسه اخذوا اجازه شهر ونص تدري بيها محمد؟ يعني والله ادري بيها استاذ العزيز. والله وجبه ما وجبه تروح للوكيل ياخذ مال ثلاث اشهر من عندك يعطيك بس ثمنات. نعم. هم يستلمون وجبه يرفعونها يشترون من الطاقات. الو. نعم وياك محمد. يعني انت برايك محمد محمد برايك انه بعد كل هاي الشهداء اللي سقطت اكثر من 600 شهيد واكثر من 20 الف جريح وعندنا 5000 معوق وعندنا الاف المعتقلين زين هذا البرلمان شبوك شباب راحت بالنجف نعم. راحت بالنجف بالناصريه كتلوا هذا الرجال الشايب بالبصره كتلوا دراري مصور يعني وين ما تروح احزاب متحزمه عليك ومصابع على الحراس كلها نعم الدولة شنو نظام الدولة شنو؟ كم يعني كم جهاز أمن بالدولة؟ أمن الوطني استخبارات الدفاع يعني كلها بالدولة. يطلع رئيس الدفاع يقول لك والله طرف ثالث شاف الطرف الثالث ما تعرف الطرف الثالث؟ نعم. يعني ماكو دولة بالعالم هسه الدول الأوروبية والله فضيحة عليهم. يعني بس أنا حاضر لابس طاقم قدام العالم وفرع بكيفه يعني كلهم هم 300 واحد. يعني عيب للفرعون خلي يستحون والله يخجلون. نعم. يعني انا حسب الله وانا نعمل وكيل هاي الشهداء قاعد تروح وهاي العالم قاعد تروح عندها يعني كل واحد من الزوج عنده جهالين اثنين وثلاثه واربعه هاي من يعيشهم من يقوم بواجبهم؟ يعني ايران مفتاح الله ذب الغضب علينا؟ نعم محمد ان شاء الله ان شاء الله الله سبحانه وتعالى ينصر المتظاهرين وينصر ثوره تشرين ويتغير الحال. محمد من النجف معنا اتصال. ابو عمر من بغداد تفضل ابو عمر. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. تحياتي قناه الرافدين وتحياتي مشاهدين قناه الرافدين وحيا الله قناه الرافدين اجمعهم. حياك الله يا اهلا بك. اخ عمر بالنسبه هاي التظاهرات اللي قالها مقتدى الصدر هاي التظاهرات اللي هي اعلنها بالنسبه هي مو من أدى هو صرح بها لكن هادي العامري وقيس الغزالي وبعض القاده اللي موجودين من احزاب السلطه وقاده الميليشيات وحزب الله اللي قائدهم اللي ما يدعى به باسمه الخال اللي اجتمعوا به بانه هي مو انه ضد الامريكان لا هي ضد هاي المظاهرات وكيف يخوفون المظاهرين في كافه ساحات بغداد والناصريه وكربلاء كوت وكافه محافظات بغداد هذه لها اسباب بانه بس كل المظاهرين يعني عندهم فكرتهم او عندهم بد هاي الخطه حتى يردون يفشلون هاي المظاهرات بقوتهم بعددهم بالنسبة مقتدى الصدر اللي هو يظاهر به على مود خروج الامريكان، طيب هو قبل هاي التظاهرات قبل سنين كان كل جمعه بساحه التحرير اللي هم وربعه اللي يظاهرون كلا كلا امريكا ورينا خروج امريكا، سووا من هذيك التظاهرات اللي فاتت اللي قبل اكثر من سنين اللي كان يظاهرون كل جمعه بها في ساحه التحرير، شنو كانت نهايتها؟ ما كان اكو لها اي نهايه بس بصواتهم ويهوسون وما يقولون كلا كلا لايران، بس كلا كلا لامريكا وكلا كلا ال سعود. طيب انه هسه اللي تقولون به قبل مقتل قاسم سليماني والمهندس قالوا بس تخلص على اساس الفاتحه وصرح مقتدى الصدر فصائل المقاومه وبعض الفصائل المسلحه سوف تتحضر وتضرب ايران بعد خلص انتهاء الفاتحه. لان شو ما ضربتوا ما سووا اي شيء لانهم ما قادرين على امريكا ولو على اسرائيل ان يضربون، قادرين فقط على الشعب العراقي وعلى الناس السلميين اللي قاعدين يظاهرون بساحه التظاهر.
هاي ساحات التظاهر اصبحت شوكه في اعناق هذه احزاب السلطه من قيس الخزعلي ومقتدى الصدر وهادي العامري وباقي هذه الاحزاب السلطه يحاولون بشتى الامور يفرقون هاي التظاهرات. طيب هم قبلها هم طلعوا بالمظاهرات اللي موجوده في السنه في الناصريه من احزابهم اللي بالسلاح الابيض اللي ضربوا المظاهرين في الجراج اللي موجود بالسنك في الناصرية، ما سووا أي شيء وبقوا المظاهرين وموجودين في ساحات التظاهر ورجعوا فاشلين مع يعني ضحايا عندنا ومصاب. وصلت عندنا وصلت رسالتك أبو عمر من بغداد، كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. خلونا نقرا رسائل واتساب. السلام عليكم، شلونكم، اخباركم؟ انا هوايه احب هذه القناه وافتخر بها. انا من البصره وعايشه في كندا، الله يحفظكم وتقدمون الافضل، وانا من المتابعين لكم، الله يهزم الفرس من بلادنا ان شاء الله. رساله اخرى، شلونك أخي العزيز؟ أنا اسمي تارة، تقول من العراق. الله ينصر أخواننا المسلمين في العراق، الله يحفظ قناة الرافدين. أنا تارة من العراق، أهلا وسهلا بيك. رسالة أخرى من نادية تقول تحياتي لحضرتك ولقناة الرافدين صوت الحق. تقول للأسف من يحكمون العراق الآن إيران، تسقط إيران، تسقط إيران. نعم. رسالة، السلام عليكم، تحياتي لقناتكم العراقية الشريفة اللي تمثل كل عراقي شريف يحب بلده. احنا صحيح خارج العراق بس قلوبنا بالعراق ومع المتظاهرين، ندعي لهم ليل نهار، الله ينصرهم ويحفظ شبابنا وإن شاء الله النصر قادم. أخوتكم أم زينة من كندا، أهلا وسهلا بيك أم زينة. رسالة، إلى متى يستمر نزيف الدم العراقي والخطف والاعتقال بالشباب المتظاهر؟ حسبنا الله ونعم الوكيل على هذه الحكومة الفاسدة العميلة. نعم. اتصال فلاح من بغداد، تفضل فلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أنا وجه تحية لقناة الرافدة. حياك الله، يا أهلا بيك. والشادرها. يا أهلا بيك، تفضل أخي. أتفضلك حبيبي. نعم. بس أريد أعرف شغلة واحدة، يعني هذه المظاهرات راح يصير لها 3 أشهر، هاي حكي. نعم. وهاي الشباب الراحة، هاي الشباب اللي تعوقت، هاي الشباب المصابة. تمام. نعم. يعني إلى متى؟ خلي يطوهم مطالبهم، يطوهم حقوقهم، على مود الشعب يعيش مرتاح. تمام. قال هم 70 يوم، ما أعرف أكثر من 70 يوم، العالم بنص هذا البرد وغيره وغيره، وبنص هذا الظلام والانفجارات والقتل والخطف. نعم. ليش ما ينبذون مطالبهم في سبيل كل من يرجع لبيته؟ يعني برأيك هو صار له 17 سنة يسرق من العراق. تمام. وهذه التظاهرات تطالب بإزالة الفاسدين، يعني هل برأيك مصلحته ينفذ مطالب المتظاهرين؟ الشيء أكيد، وما طالع يقدم عنده، هو طالع يطالب حقه أكيد طبعا. مو تمام لو أنا غلطان. نعم.
احنا نقصد على على أي. على جهة الحكومة والأحزاب السياسية اللي سرقت البلد من عام 2003. نعم واشكر قناتك. اني اشكرك اخي فلاح من بغداد كان معنا. ابو عمر من السعودية تفضل. ابو عمر، ابو عمر تسمعني؟ يبدو اننا فقدنا اتصال مع ابو عمر من السعودية. حسام من بريطانيا تفضل. حسام مرحبا. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك، حياك الله. عمر بارك الله بك وبالقناه يسلمك المجاهده. الله يخليك، هذا واجبنا. الله ان شاء الله يقويكم وينصركم على طعم الظالمين. امين يا رب. اوصي اخواننا الثوار بارك الله بهم. نعم بارك الله بهم، انه يستعينون بالقوه العظمى اعظم من كل الدول هو الله سبحانه وتعالى. هم طبعا يقولون ان شاء الله، بس خلي يكثفون من قولهم، بالذات بالنسبه لبكره بالنسبه لباشر يقولون اللهم هو سلاح الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اللي قال لسراقة اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. والله ينصرهم رب العالمين. نعم. يكثرون من قول الله، اللهم انصرنا على قوم الله، اللهم افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، على القوم الفاسدين. كثرون من الدعاء لله، هو الدعاء هو ينصرهم وينتصرين. الآن انتصر انتصار عظيم بإلغاء الطائفية، هذا أعظم شيء. يستمرون لا يملون، لا يملون. نصرهم النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، والفرج آتي قريب قريب. ما تتصور قد يكون قريب، لأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، هو ممكن يقلب الموازين كلها من فوق إلى تحت. لا يملون أبدا، يتوكلون على رب العالمين، يقول توكلنا على الله، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. كل وصي كل الثوار بارك الله بهم، والله ينصرهم ان شاء الله، يكثرون من قول الله سبحانه وتعالى. الدعاء الى الله، الله سبحانه وتعالى يقول فقال ربكم ادعوني استجب لكم. ونعم بالله. بل يكون ايمان قوي انه انتم منتصرين. من جانب اخر، عيب ذاك الجبان اللي مطلع عضلات على الفتيات الشريفات المجاهدات، والله شان استحوا على نفسهم. وذول البرلمانيين المفروض يستقيلون وينقلعون من البرلمان. اذا بيهم واحد يسمعني أنصحهم أنه يستقيلون الآن فورا حتى البرلمان ينتهي يسقط. هذا عيب عليهم لهسه باقين، ايش ينتظرون؟ كلهم مع الأسف ما عشان قصتهم دولة. عيب عليهم كان يستحوا على نفسهم. بس أرجع وصي أقول الإخوان الثوار استمروا وكثروا من الدعاء دائما بالنسبة للغدا، بالنسبة للباشر بالذات، اللهم اكفنا شر مقتدى الصدر وكل جماعته بما شئته. ما شئت وكيف ما شئت انك على ما تشاء قدير. هذا دعاء الرسول. نعم. الرسول صبر عليه الصلاه والسلام سلميا. نعم. طيب يا عمر، انا اشكرك اخي حسام. الله يبارك فيك. حسام من بريطانيا معنا اتصال. سجاد من بغداد تفضل. سجاد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم استاذ الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك يا حبك الله. يا هلا بك، الله يحفظك. تقول على هاي المظاهرات الى متى يعني؟ الى متى يعني؟ نعم. تقدر تنصر التلفزيون سجاد الله يخليك؟ منصر التلفاز، منصر التلفاز. تمام تفضل. استاذ اقول الى متى يعني هالمظاهرات هاي، الى متى يعني؟ نعم. النصيح حبيبي النصيح. اي ده يصير الصوت بشكل عكس. استاذ العزيز احنا اي استاذ العزيز تعبنا، احنا تعبنا 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 من هاي الحكومه، تعبنا والله تعبنا تعبنا. حكومه طائفيه الى درجه. نعم. فنريد احنا نريد حل يعني. الحل شنو؟ الحل نريده شنو؟ الحل استمرار بثوره تشرين. هذا الضغط اللي 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 زعزع اركان الحكومه، زعزع اركان الاحزاب الفاسده. الاحزاب الفاسده احنا نطلع ونطلع للمظاهرات، بس نخاف على نفسنا ببيوتنا ونخاف. نعم ببيوتنا ونخاف. ربي يحفظكم. بس استاذ احنا نتمنى يوصل صوتنا، نتمنى يوصل صوتنا الولايات المتحده، خلي يوصل صوتنا والله. نعم وهذا.
هذا، والسلام لكم ان شاء الله. الله يسلمك الله. سجاد الله يسلمك ويحفظك ويا ربي ينصر المتظاهرين. هاجر من بغداد، احب اقول الله يحمي اخواننا المتظاهرين وينصرهم وقلوبنا وياهم، وشكرا لقناتكم السباقه، كلش احبكم. نعم، اذا وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين. التظاهرات باستمرار، توافد المتظاهرون يتوافدون بشكل مستمر على ساحات الاعتصام، التصعيد متواصل، هناك قبول واستجابه للمهله التي حددها متظاهرو ذي قار للحكومة، مهلة الأسبوع كالعادة يوم الجمعة باكر إن شاء الله. الأعداد تزيد أكثر وأكثر، الإضراب العام مستمر، هناك تكاتف بين المتظاهرين، هناك رفض لدعوة التظاهرة المليونية اللي دعا إلها مقتدى الصدر. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.